اللبن اللي هو اللي عملناه من الحليب، وعملنا الدجاج اللي هي المقرمشه، فنفس الشيء هتلاقيه على الفي او دي وموجوده تحت دجاج مقرمش على الويب سايت. هنا وانت ابتديت واحنا نبتدي مع بعض، حطيت هنا نوعين من الحليب، حليب اللي هو الحليب العادي وحليب جوز الهند. الحليب جوز الهند اللي هستعمله هعمل منه كيكه او اعمل منه حلويات، فهبتدي اسخنهم الاثنين، واثناء ما هما بيسخنوا نتكلم على جوز الهند اللي احنا ممكن نستعمله ونستعمله ازاي. جوز الهند بيجي بكذا لون، يعني هو ديت اما جبنه جوز الهند ديت بيبقى فيها شعر كتير، وديت كان يعني هي بيبقى فيها شعر ولونها بني، وفي منها اللي هو بيبقى اخضر، يعني هي جوز الهند اساسا بتبقى خضراء ليها قشره من بره قريبه من قشره الاناناس، بعد كده القشره بتتشال بيبقى فيها شعر كتير، بنشيل الشعر. وبعدين اهم حاجه في جوز الهند ان انا بلاقي جوز الهند ليها ناحيتين، اللي هي ناحيه اللي هي بتبقى بالاسفل ويعني ديت عكس ديت، فكل جوز الهند ليهم ثلاث عيون، دول مهمين جدا ان انا اقدر اكسر منهم، والناحيه الثانيه ملهاش اي عيون. فاذا ما بين العيون هنا في الفصل دوت اللي هو بيقسم جوز الهند، يعني ديت متقسمه لثلاثه، وديت اللي هتخليني اعرف منين انا اخد الميه وازاي اكسر جوز الهند. هنكسرها باكتر من طريقه. الطريقه الاولانيه هاخد نوت جوز الهند ونجيب وعاء على اساس ان انا اثبت فيه نوع، وهحط ديت بحيث ان انا عايز اخد العصير اللي فيها واخد السائل اللي فيها جوه، فبجيب زي مسمار وشاكوش وبحط ديت في النص هنا هو ده، مش عشان اكسرها بس عشان احط اعمل فتحه هنا، بوسع الفتحه نعملها واسع هنا، واعمل فتحه تانية على اساس ان الفتحه دي واحده يدخل منها الهواء والتانية ينزل منها العصير. يبقى دلوقتي ديت الفتحة اللي عملتها، وبعدين بجيب الكوباية على اساس ننزل منها المية اللي فيها الاول او العصير بتاع جوز الهند، فنحطها هنا ونسيبها تنزل المية، بعد كده ممكن نصفيها. ده غير حليب جوز الهند اللي احنا بنشتريه من المحلات. لو عايز اعمل حليب جوز الهند بجيب الحليب، بجيب جوز الهند المبشورة بحطها على حليب، او ساعتها بنشتري حليب جوز الهند زي اللي احنا شايفينه هنا. عبالها ما دي تتصفى هاجي هنا في الحليب دوت واعمل زي فكرة العصيدة، بجيب شوية من دي السميد اللي هو دي الفرخة بيكون ناعم، بضيفه هنا وبطبخه على النار زي فكرة البولانتا الطلياني بالطريقة دي، وبطبخه بسيبه على النار لغاية لما طعم دي اللي موجود دوت يروح، ولو حسيت ان هو بقى سميك بضيف عليه حليب عادي، وقبل ما يتماسك كله عايز اديله طعم جوز الهند اكتر، ففي بودرة جوز الهند اللي هي بتيجي بودرة، فدوت بيديله طعم اقوى شوية غير جوز الهند المبشور. جوز الهند المبشور اللي بجيبه ده مهم جدا ان انا اتأكد ان مدة صلاحيته، لان ده بعتبر من الحاجات اللي هي ممكن تكون مضرة جدا لو مدة صلاحيته وصلت ان هو انتهى وكلته، فيفضل ان انا ما اخلوش عندي في مده كتيره وما اجيبوش سايب واخليه عندي في البيت لمده طويله ما اقدرش اعرف انا جبته امتى. الحاجه الثانيه عايزين نحط عليه سكر، فاحط هنا شويه سكر، يبقى حطينا الدقيق وبعيد على النار شويه او هدي الحراره عليها شويه على اساس ان انا زي ما احنا شايفين دلوقتي ابتدت تغلي او ابتدت تستوي. ممكن اضيف عليها حليب عادي لو عايز، مش عايز احط كمية كلها تبقى جوز هند، فممكن نضيف حليب ده لو مسكت او تمسكت معايا، واتحكم في الكمية نفسها او سمكتها حسب انا عايز اعملها دي، بس اهم حاجة اتأكد ان كل دوت استوى قبل ما استعمله. يبقى بعد ما يستوي بجيب القالب او الصينية اللي هسوي فيها، واخد شوية من جوز الهند اللي هي العصيدة ديت اللي هي اتطبخت وتأكدت ان طعمها خلاص، لو انا خدتها دوقها دلوقتي مش هيبقى طعمها دقيق، حطها هنا. وممكن نعملها على اساس تبقى عندي رقين، رق لو حبيتوا تضيفوا لها لون الموز، او لو حبيتوا تحطوها لون اصفر ممكن تحطوا لون اصفر، او تعملوا رق تاني من على الوش، بس نحرك دي شوية. ممكن الرق التاني نحط عليه لون بسيط جدا، ممكن لو عندي اللون الاحمر اللي هو خاص بالاكل نقلبه كويس هنا، هو بس يبقى لونه مايل للاحمرار
شوية وبعدين نحطه على الوش. يبقى ناخد ده هنا هوت ونحط الجزء دوت على الوش. يبقى عندي النوعين او اللونين موجودين وبنحط عليهم دول. بخليها في التلاجة، ده مش محتاج ادخلها في الفرن زي ما قلنا. هي الفكرة ان انا بعملها على النار زي فكرة اللي هي العصيدة. نفردها هنا هو، اتأكد كلها اتغطت هنا اهو، وبعد كده بنحط عليها نخلطها هنا اهو لغاية لما كلها تتغطى. وبعدين بحط عليها ريحة جوز الهند ابتدت تظهر عندي. نغطي كل قطعة فيها هنا هوت بالسباتشولا بس نفردها. وبعدين بنحط عليها شوية، لو انتوا عايزين تعملوها زي الرخام ممكن تبقى زي الرخام لو حبيتوا. وبحط عليها بعد ما تبرد او حتى قبل ما تبرد لو عايز، احط شوية صغيرين من جوز الهند اللي احنا قلنا عليه المبشور. ناخد شوية هنا من جوز الهند مبشور وادخلها التلاجة، واسيب ديت هنقطعها ونقدمها من كطبق من جوز الهند. نرجع لجوز الهند اللي احنا بنصفيها دلوقتي. جوز الهند اللي انا حطيتها هنا دي كل المية اللي طلعت منها، لكن قبل البرنامج جبت واحدة بنفس الحجم كان اللون بتاعها اللي هو لون ابيض وصفيتها في نفس الكمية نفس الحجم، هنا طلع منه ضعف الكمية. والسبب ايه؟ ان جوز الهند وهي خضرة عشان كده بيبيعوها خضرة، بتتباع وتتشرب وهي خضرة، لانها كل ما بتتساب كل ما تتبخر. زي ما اتكلمنا على القرع امبارح، بتسيبوه المية اللي فيه بتتبخر، فاذا كل ما هتبقى بني وكل ما تسيبوها المدة كل ما مش هيبقى فيها عصير من جوه. دي ممكن نعمل منها اكتر من حاجة واكتر من نوع من عصير، لكن خلينا نفتحها ونشوف نكسرها ازاي. دي لو هنا هو مسكناها كده ممكن بكسرها. في عندي اختيارين، طالما ما فيهاش ميه ممكن استعمل فوطه هنا او فطين مع بعض، وبحط جوز الهند نفسها وهي نفسها بكسرها، مش محتاج ان انا اخليها ليها شكل معين، فبالتالي مش هيجرى حاجه لان كلها خلاص اللي فيها نزل وما فيهاش اي سائل. فده هو الطريقه. الطريقه الثانيه لو انا عايز اكسرها، يعني ديت هتبقى اجيب بقى المقشره او اجيب هنا هو عندي المقشرة، او ممكن لو عايز هي نفسها اخد منها زي ابشرها زي البشر، يعني بعملها كده وبعمل منها زي المبشرة بعملها بالطريقة دي، او لو عايز اجيب بالمقشرة وبعدين اقشرها، يعني باخد الحتة دي على الحرف نفسه وتتقشر. ممكن دي هتكون اسهل زي فكرة اكني بقشر الشوكولاتة، تبقى دي الفكرة نفسها. لو عايز انزل المية، في ناس بتبقى عايزة تكسرها وهي من غير ما تعمل المسمار، في الحالة ديت اللي انا بعمله ايه؟ بجيب زي سكينة، بس انا مش محتاج افضل اخبط فيها ومش محتاج استعمل من ناحية الحامية. انا عايز اشوف ما بين العين، زي ما قلنا هنا في ثلاث عيون وفي ثلاث اللي هما بيبقوا الخطوط ديت. عند الخط نفسه هو ده اللي انا بكسره، وبعدين بيبقى عندي طبق او حاجة عشان لما افتحها تنزل فيها المية. وبعد ما بتنزل المية بنزلها كده بفتحها بايدي، وبعدين نعمل نفس الشيء، بس بتأكد ان انا برضو بتخلص من المية في نفسي. فانتوا عندكم الطريقتين اللي تقدروا تستعملوهم لفتح جزء